اقول الا تجيبوه وتطلع عليه لجنه تشوفه يلا نحسبه شهيد. هذه القصه وهذه المناشده بدورنا احنا راح ننقلها الى قائد قوات الشرطه الاتحاديه الفريق صالح ناصر العامري. استشهد عام 2014 في احدى المعارك في قضاء بلد، الا انه تعذر في وقتها ان يتم سحب جثه من ارض المعركه. ما استلموا عائلته الجثه الى هذا اليوم وهم يريدون حقوقه كشهيد. حسين عيسى كان يداوم بإحدى النقاط بعام 2014، صار هجوم من قبل عصابات داعش واستشهد حسين، وحتى جثة ما حصلوها لحد هاي اللحظة. راح نلتقي بابنه وراح نشوف شنو تفاصيل الحادث. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عباس بن الشهيد حسين عيسى، والدي راح بالتعرض مال الرواشد سريع الثالثة، ولحد الآن لا لقينا جثة ولا لقينا أي خبر عنه. روجنا معاملات وروجنا كلها، قاضي يريد التماس جثة من عندنا، احنا مين نجيب التماس جثة؟ مضت الأربع سنوات حسبها متوفية، توفى وعدنا بالبيت لو استشهد بالنقطة مالته. جبنا شهود من السرية وشهداء وقال إلا التماس جثة، جتي الضباط وكلها جتي، قال الا التماس جثة. التماس جثة حتى شنو؟ يحسب عن موت شهيد. يعني لحد هاي اللحظة ما حاسب لحد الان من محسوب شهيد. وكان عندنا راتب، انقطع الراتب، حتى الراتب قطعوه. وروجنا هالمعاملات والهاي ولحد الان. شنو السبب اللي قطعوا الراتب مالته؟ السبب انه ما حسبوه شهيد. ما حسبوه شهيد. ما حسبوه شهيد. وناشدنا المسؤولين ببلد وناشدنا كل المسؤولين ببلد، ناشدناهم واحد واحد وما حد استمع لنا، ولا حد طال جادق بابنا قال ايش بيكم ما بيكم. ووالدي استشهد دفاعا عن مدينة بلد، دفاعا عن السيد محمد وعن المقدسات هنا، وهذا احنا حالنا حال ولدي الشهيد. زين اللي وياه كانوا جو شهداء ويا ضباط وكتب، قلت عندي هاي الكتب، هاي كتب عندي تقارير وكتب. هذا واحد وهذا اثنين. هاي شنو هاي الكتب؟ هاي كلها كتب صدرت من الوحده مالته ومنها من المحكمه، يعني تثبت انه هو اثناء التعرض استشهد. حتى بالبرقيه حاسبي حسين عيسى من ضمن الخسائر المعدات السريه. اي هاي الكتب عندي، هاي كلها، وبعد عندي هم كتب هذه. زين والدك بالشرطه الاتحاديه كان يداوم؟ الشرطه الاتحاديه السريه مالته بالرواشد فوج الرابع الفرقه الخامسه. زين ما بعد ان انتهت الحرب ما دورتوا على جثه؟ ما سالتوا على جثه؟ دورنا وردنا ماكو. دورنا من 2014 لحد 2017، دورنا الرواشد كل المعربانيه دورنا بيها وما التمسنا اي التماس جثه. وهسه شنو اللي موقف القاضي بانه يحسبه شهيد؟ اللي يريد التماس جثه القاضي، احنا مين نجيب التماس جثه؟ والدي صار له 8 سنوات وهاي سنه التاسعه، لا شفناه بعيننا ولا علواس، احنا علوان نلقاه وندفنه بالنجف، واحد يروح يزور له يقرا له الفاتحه، احنا مين نجيب الهياء؟ يقول الا تجيبوه وتطلع عليه لجنه تشوفه يلا نحسبه شهيد. احنا مين نجيب الهياء للقاضي؟ زين حتى الضباط اللي وياه شهداء والمنتسبين وما الضباط اجاوا اي يقول انا ما اخذ، لو تجيبوا لي بعد الفوج كله انا ما اخذ بيها. روج المعاملات الدنيا من 2014 لحد 2020، نروج بهالمعاملات ويراجع بيها يرجعها، نروج من الوحدة تدز كتب للمحكمة والمحكمة ترفض، كلها ترفض. زين شنو مطالبكم اليوم؟ المن تناشد؟ والله أنا ناشد كل خير وكل شريف يسمعني ببلد وبغداد، ناشد رئيس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي والسيد القائد الشرطة الاتحادية ووزير الداخلية ناشد، يشوفنا وينظر لحالتنا وينظر لحالة ذول الأيتام، مو ينظرنا أنه ينظر لحالة ذول الأيتام لأن وراهم مستقبل. وأبوي عافهم صغار شنو ذنبهم لعاد من استشهد؟ من استشهد غير ينطوا حقوقه كاملة، غير أكو ورا يعيشون بيها؟ احنا كل حق ولا حقوق ما أخذنا، ولا جثة ولا حق.
كل شيء ما استلمنا لا جثة ولا حقوق.